بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم هذه المحاضرة الثانية من محاضرات المراجعة، وهي الأخيرة أيضا من محاضرات المراجعة. هذه الأسئلة اللي هي الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع، العشر لم أضع عليه أسئلة، يعني تدرب على قراءته بشكل منفرد وبنفس الطريقة التي حددناها في الفصول الخمسة السابقة والأربعة التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه المحاضرة. يعني اليوم الفصل السادس اللي هو فصل المقاومة، قل الجملة الأولى: بدأ الفلسطينيون أعمال المقاومة بعد النكبة تسللا عبر الحدود بشكل فردي. صح. ممكن أجي أنا أقول لك بدأ الفلسطينيون أعمال المقاومة بعد الانتفاضة تسللا عبر الحدود بشكل فردي، بصير غلط. صح. ممكن اجي اقول لك كل الجملة بالاخير اقول لك بشكل منظم، برضو كمان غلط. يعني تبصمش الاسئلة، افهم اللي موجود، سواء الاسئلة اللي هان او الكلام اللي في المحاضرات موجود. اثنين: بعد النكبة واصل الصهاينة سياسة ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين. ممكن اقول توقف الصهاينة مثلا. تأثر الفلسطينيون بعد النكبة بالتجارب الثورية الفيتنامية والجزائرية. صحيح. تجلت عبقرية المقاومة. ممكن أجي أقول لك أنا تأثر الفلسطينيون في الانتفاضة بالتجارب الفيتنامية والجزائرية. نعم. تجلت عبقرية المقاومة الشعبية الفلسطينية في الانتفاضة الأولى في جر الاحتلال الى المربع الذي لم يتدرب على العمل فيه. صح. اللي هو مقاومة المدنيين، وتعود على ان يقاوم او ان يواجه جيوش. خمسة: اضرت المعتقلات والسجون بنوعية الكادر الفلسطيني المقاوم. غلط، لانه السجن تحول الى مصنع للكوادر او مدرسة للكوادر. ستة: نجحت فكرة قاعدة الارتكاز في مواجهة الاحتلال وحظيت بدعم الدول العربية. صح ولا غلط؟ غلط، فشلت، لأنه كان الأردن وفشلت ولبنان وفشلت. بدليل هو شو اللي بيفشل؟ اللي ما بيحققش هدف ولا لا. صح؟ الفشل وعدم تحقيق، لم يتحقق الهدف. سبعة: فشلت المقاومة الفلسطينية في مراحل عديدة في البناء على ما سبق، وتعرضت للتجارب للتبديد. صح ولا غلط؟ صح. بعد إخراج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان سنة 1982، فرضت الدول العربية طوقا شاملا على دولة الاحتلال. خطأ. الطوق أصبح مفقود. تسعة: لم يعرف الفلسطينيون استخدام السكاكين في مقاومة الاحتلال قبل عام 2015. غلط، كان موجود. يعتبر أسر الجنود الصهاينة من الوسائل الجديدة في الكفاح الفلسطيني، ولم تعرف إلا في السنوات الأخيرة. في الثمانينات كان في أسر للجنود، يعني استخدم هذا السلاح قبل ذلك. أسئلة الاختيار: في نهاية الخمسينات ومطلع الستينات بدأ يتعزز البعد الوطني، ينحسر البعد القومي. ألف زائد باء: لا شيء مما سبق. يتعزز البعد الوطني، ايش رايكم؟ نعم؟ الف زائد باء، ليش طيب؟ بيجوا مع بعض. طبعا هو بدا ينحسر البعد القومي ويتعزز البعد الوطني. انه كان في الخمسينات سائد البعد القومي، لكن في نهايه الخمسينات شوي شوي بدا يتراجع البعد القومي ويجي بداله الف زائد باء. هي كده. لعبت دورا مهما في تحريك الشارع ضد الاحتلال. المساجد، الفصائل، العمل الطلابي، كل ما سبق. من أساليب المقاومة الشعبية السلمية في فلسطين: الإضراب، العصيان المدني، كل ما سبق، لا شيء مما سبق. كل ما سبق. تمثلت عبقرية الحجر في الانتفاضة الأولى في أنه غير مكلف، لا يتبدد، يستخدم أكثر من مرة. كل ما سبق. بدأت المقاومة في مراحل عديدة من التاريخ الفلسطيني الحديث سلمية مسلحة. ألف زائد باء:
لا شيء مما سبق. مسلحة. سلمية. ألف زائد باء. سلمية. بدأت سلمية. بدأت يعني في مراحل عادية. بعدين اتطورت لمسلحة. بعدين اتطورت. نقول بدأت هان. بدأت. بدأت. أصبحت جبهات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى قلاع محصنة ضد الحجارة، مصائد أمام الأسلحة النارية. ألف زائد باء لا شيء مما سبق. ألف زائد باء. ليش طيب؟ كانت محصنة ضد الحجارة وكانت لا شيء مما سبق. هي كده برضو؟ نعم. نقول باء. قلاع محصنة ضد الحجارة إنه كانوا يوضعوا الشبك، أما بالنسبة للمصائد أمام الأسلحة النارية كانت عبارة عن الشبك يعني مسافة قصيرة 2 سنتي في 2 سنتي، كانت تمثل يعني نقطة هدف في إطلاق النار. زي عياش عماد عقل اكبر ظاهرة عماد عقل قصه قصه هي هم حصنوها من الحجار لكن وصار بيضرب حجار قد ما بدك ما بتاثرش الجب بتاثروش الناس اللي فيه لكن رصاص بيخترق الزجاج رصاص بيخترق والجندي ما بيقدرش يضرب نار يطلع سلاحه من قلبه انه الشباك مسكر عليه اول كان يبقى الشباك مفتوح والرشاش او البندقيه برا برا الشباك مباشره يطلقوا النار هلقيت لازم يفتح الباب علشان يقدر انه يطلق النار ففعلا تحولت الالف زائد باء وهذا قلناه احنا في الشرح سبعه استخدم المجاهدون الفلسطينيون العمليات الاستشهاديه في اخر الانتفاضه الاولى ردا على مجزره الحرم الابراهيمي سنه 94 حبا في الشهاده والموت في سبيل الله الف زائد باء لا شيء مما سبق الف زائد باء لا شيء مما سبق طب هم ما كانوش يحبوا الشهاده في سبيل الله قبل الف الف لانه هو كانت رده فعل على مجزره الحرم الابراهيمي هم بيصلوا واحد يجي يطلق النار على المصلين هم كانوا بيستشهدوا قبل بيحبوا الشهاده بس العمليات الاستشهادية كانت رد على مجازر الاحتلال رد على بالذات مجزرة الحرم الإبراهيم وهذا قلنا ألف ثمانية استخدمت المقاومة الفلسطينية الأنفاق لحماية تحركات عناصرها للوصول إلى أهدافها لإحباط تكنولوجيا الاحتلال في مجال الرصد كل ما سبق استخدمت المقاومة الفلسطينية الصواريخ لي حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقل الحرب إلى أرض العدو بازا إتا بازا إتا ألف وتسعمية وثلاثة وخمسين إيش كان فيه؟ قبية 56 كفر قاسم 56 كفر قاسم هذه الأسئلة اللي أنا حطيتها يعني هاي في 2 وفي هنا 9 هاي 11 وفي هنا 10 هاي 21 احنا هذا الفصل بدنا نجيب منه 7 أو 8 جمل أو 7 أو 8 فقرات وكل الفصول زي هيك كل الفصول الأخيرة زي هيك حاولوا انتوا تتخيلوا أسئلة وانتوا بتقروا حاولوا على نفس النمط على نفس الطريقة بقول لكم أنا هجيب من الفصل 7-8 أسئلة ممكن ولا واحد يكون من هدول بس على نمطهم على غرارهم يعني الأسئلة دكتور خاصة بس فصل المقاومة الفلسطينية لا في كل الفصول بس هل احنا بنحكي عن فصل المقاومة الآن احنا بنحكي عن فصل المقاومة الآن الفصل السابع اقترح الكتاب الأبيض سنة 39 تشكيل دولة فلسطينية للعرب واليهود بعد 10 سنوات غلط ايش رأيك؟ غلط؟ غلط صح صح؟ صح؟ الكتاب الأبيض نعم؟ هابلة بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات لعبت المقاومة الفلسطينية دورا مهما في جعل بريطانيا تفكر في بدائل لصك الانتداب وعد بلفور صح ليش طيب؟ اللجنات اللي جاء لما اقترحوا
بالتقسيم ليش؟ وكمان الثورة في نهاية لما اقترحوا الكتاب الأبيض إقامة دولة. بعد حرب 48 طرحت الدول العربية شعار إزالة أثر العدوان. وقتش طرحت هذا الشعار؟ بعد حرب 67 صح؟ اعتبرت الفصائل الفلسطينية بعد 67 أو سنة 67 أن قرار 242 بمثابة تصفية القضية الفلسطينية. غلط. هاي ايش اعتبروه؟ اعتبروا صح، هيك صح اعتبروا تصفية. ما جبت لكم الكتاب أنا وفرجيتكم بين حركة فتح، فاكرين؟ صحيح. أنا صح. 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 اعتبرت الفصائل الفلسطينية بعد سنة 67 أن قرار 242 بمثابة تصفية القضية الفلسطينية. جاء تقسيم الضفة الغربية في الاتفاقيات التي تلت أوسلو إلى ألف وباء وجيم لتسهيل الحل بين منظمة التحرير والاحتلال. غلط. تسهيل سيطرة الاحتلال لإعاقة أي حل. مالكم مش مذكرين؟ أدى صعود بنيامين نتنياهو للحكم سنة 96 إلى تنشيط عملية أوسلو. 96 قبل نتنياهو في 96 طلع هل ادى الى تنشيط اوسلو؟ نعم بعد اوسلو. طب نشط عمليه اوسلو ولا اخرها؟ اخرها وابطاها بشكل غلط. في مفاوضاته مع القياده الفلسطينيه اغفل نتنياهو موضوع الامن. تجاهل موضوع الامن ولا ركز عليه؟ ركز عليه. ركز على موضوع الامن. ركز. انتم صحيين انا مش صح. في مفاوضاته مع القياده اغفل نتنياهو غلط. ركز. ركز. بمقتضى اتفاق واي بلانتيشن تم عقد المجلس الوطني الفلسطيني لشطب فقرات من الميثاق الوطني الذي تتعارض مع رسائل الاعتراف المتبادل سنه 93. للاسف انها صح. من أهم ضمانات نجاح التفاوض جعل طاولة المفاوضات وما يدور فوقها هو مرجعية العملية التفاوضية. غلط. هذا من أهم أسباب فشل المفاوضات. ليش؟ لأنه بيصير القوي بيفرض اللي بده إياه. كان ركزوا على الأسهل وفضل هو الحلول السهلة في الأول بعدين الصعب. القضايا الأسهل وبتركوا الصعب. نعم. مصطلح دولة فلسطينية قابلة للحياة الذي ورد في خطة خارطة الطريق يساوي مصطلح دولة فلسطينية على حدود 67. غلط. قابلة للحياة يعني بدها تتنفس. طبعا هو اللي على 67 برضه كمان مش كتير يعني إشي كويس. لكن أحسن من قصة دولة قابلة للحياة. طالبت خطة خارطة الطريق بتوزيع صلاحيات ياسر عرفات لتمكينه من محاربة الإرهاب. بالعكس غلط. هي طلبت بتقليص صلاحيات ياسر عرفات. عجزت الولايات المتحدة عن فرض إرادتها على القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي. غلط. ليش عدلوا؟ طيب اختر الإجابة الصحيحة. طرح الحبيب بورقيبة اللي هو رئيس التونسي الأسبق سنة 65 اقتراح يقضي ب إقامة دولة فلسطينية يعود إلى اللاجئون، عقد مصارعة عربية إسرائيلية، ألف زائد باء لا شيء لما سبق. ألف زائد باء كان هذا فهمان من زمان. من الآخر. اثنين، يتضمن قرار 242 تراجع عن مبدأ حق العودة والتعويض، الاعتراف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ضمان حرية الملاحة لإسرائيل في رقم ألف الملاحة في المضائق البحرية ثا كل ما سبق. ألف كل ما سبق. بمقتضى رسائل الاعتراف المتبادل بين عرفات ورابين بتاريخ 10/9 ألف الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود،
2 اعتراض منظمة التحرير ممثل للشعب الفلسطيني بالمفاوضات ألف زائد باء لا شيء مما سبق. يبقى احذروا منها ألف زائد باء. هانا في الأسئلة المراجعة أغلب الألف زائد باء صح هي، بس تعرفوش في النهاية تكون هي ولا مش هي. 4 من الدروس المستخلصة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما عدا واحدة. في 3 صح واحدة غلط. زي هذه فيها نعم. ضرورة التفاوض مرة واحدة على كل تفاصيل القضايا. الأساس هو الحصول على الاعتراف بحقوق الشعب وليس مجرد الاعتراف بالقيادة، وليس مجرد الاعتراف بالقيادة. ضرورة استمرار المقاومة خلال المفاوضات. 4 الغموض في النصوص يفسح المجال للتقدم في المفاوضات. نعم. هذه نعم هذه الأخيرة. الغموض في النصوص أكثر ما يمكن أن يضر الضعيف، أكثر ما يمكن أن يضر الضعيف. القوي بيفرض ما هو على الأرض اللي بده إياه، بس الضعيف كيف بده يفرض على الأرض؟ مش هيقدر. مبادرة أمريكية طرحت سنة 2003 ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. خطة طريق. مبادرة بريطانية صدرت سنة 39 ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية للعرب واليهود بعد 10 سنوات. كتاب الأبيض 39. اتفاقية إسرائيلية عربية نصت على إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة. اتفاقية فلسطينية عربية نصت على إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كام ديفيد؟ ما قلتش فلسطينية، قلت إسرائيلية عربية. يعني أو مصرية، إسرائيلية مصرية. مقترح فلسطيني نشر سنة 74 أشار إلى استعداد ميمتافا للتفاوض دون أن يذكر ذلك صراحة. برنامج الحل المرحلي صح؟ برنامج أو برنامج النقاط العشر له اسمين، الحل المرحلي أو النقاط العشر. عندنا سنوات 1993 مش بقابل أوسلو، 91 مؤتمر مدريد، 39 2003 67 قرار 2-4-2. هذا الأسئلة اللي في موضوع الفصل بنيش السابع. الثامن هذا هو الثامن، استيطان. نعم الثامن هذا الثامن الاستيطان. الأسئلة وانتوا بتقروا يا شباب، هذا هو النمط، هذا هو النمط. وانتوا زي بتلاحظوا كل سؤال فيه له معنى، كل سؤال فيه له معنى. يهدف الاستيطان إلى محاصرة التجمع العمراني الفلسطيني وخنقه ومنعه من النمو الطبيعي. صح. لم يبدي حزب العمل الإسرائيلي اهتماما كبيرا بالاستيطان خلال حكمه الذي استمر حتى عام 77. غلط. أبدأ. منطقة غور الأردن من أكثر المناطق، من أكثر المناطق كان وخنقه قلنا، أو خلينا نقول خنقها، قولها مش التجمع، التجمعات العمرانية، التجمعات العمرانية الفلسطينية وخنقها ومنعها من النمو الطبيعي. لا حتى الفلسطينية تمرغوط. فلسطينية نعم. التالتة غلط، لم يبدو. منطقة غور الأردن من أكثر المناطق تبدي دولة تحتاج استعدادها لإخلاء المستوطنات منها في أي تسوية. غلط. متمسكة فيها بشكل كتير كبير. وحدود حركة غوشي مونيم التي تأسست سنة 74 من أكثر الحركات السياسية المناهضة للاستيطان. صحيح؟ حركة استيطان هي. غلط. هي حركة استيطان من يعني أكثر حركات نشاطا وشراسة. تجنبت
دولة الاحتلال 5 تجنب دولة الاحتلال بناء تجمعات استيطانية بين المراكز العمرانية الفلسطينية تفاديا لتأجيج الصراع. غلط. هم كانوا بيحطوا مستوطنات لمنع التواصل. منحت حكومات حزب العمل الإسرائيلي الاستيطان أفضلية اقتصادية. صحيح. الليكود عمل أكثر أعطى، لكن حزب العمل كان بيعطي. يهدف الاستيطان في بيت لحم إلى وصل الاستيطان بين القدس والخليل. صح. انتشر الاستيطان في الضفة الغربية بشكل يراعي وجهة نظر إسرائيل للحل السياسي. صح. هم مش عشوائي نشروا وحل سياسي بده يضم 60% من الضفة الغربية. وجهة نظر إسرائيل. طبعا. دعم حزب الليكود أثناء وجوده في الحكم المنظمات الاستيطانية غير الرسمية. صح. حث الليكود القطاع الخاص على الاستثمار في المستوطنات. صح ولا غلط؟ صح. ممكن نقول لكم القطاع العام في السؤال مثلا. حاول تجاوب، ركز على الفهم وانت مجاوب. تبصمش. لو قال القطاع العام مو خطأ؟ مو القطاع العام شغال. هو الحكومة. شغال القطاع العام. طب ممكن يعني يعملها تحفيز على البرنامج. نعم. بس هو ما حثش القطاع العام، يعني هو حث القطاع الخاص. القطاع العام كان شغال تلقائيا. يعني لو حكى عام القطاع العام هو شغال من قبل القطاع العام. يعني خطأ. يعني الدولة كانت تفرض الاستيطان. الدولة كانت تفرض الاستيطان من قبل. اهتمت دولة الاحتلال بنشر الاستيطان. أساسا حزب العمل فكرته إنه الدولة هي اللي بتقوم بالاستيطان. حزب الليكود لأنه هو فكره اشتراكي حزب العمل بالأساس. حزب الليكود فكره الليبرالي مع الاستثمار من خلال القطاع الخاص. وهذا قبل قيام دولة الاحتلال. اهتم دولة الاحتلال بنشر الاستيطان بين السهل الساحلي وغور الأردن. ليش؟ لضمان وجود عمق استراتيجي، عدم تكريس الوجود اليهودي على الساحل. ألف زائد باء لا شيء مما سبق. ليش طيب؟ هي هي. عشان قلت انه ألف زائد باء أغلبهم. لأنه هو يعني بدهمش يضل الموجود الاستيطان على الساحل، وبدهم عمق استراتيجي التنتين. الاستيطان في القدس يهدف إلى التالي ما عدا واحدة: تكريس الطابع اليهودي في المدينة، عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، توحيد شطري المدينة تحت سيادة الاحتلال، تحقيق الأمن داخل المدينة. الأخيرة غلط. الأخيرة الغلط. الأخيرة اللي هي ما عداها. الأخيرة اللي ما عداها. بدها توحد تحت سيطرتها، تحت سيادتها. شطري مدينة القدس تحت سيادتها. بس الأخيرة برضو هي بتهدف إلى تحقيق الأمن. أمن إلها برضو. بس إحنا حاطين الأمن مطلقة. إحنا حاطين الأمن مطلقة. صح؟ كلهم صح. إحنا في الامتحان حاطين مطلقة مش مطلقة. إيه لو فيش تحت سيادة الاحتلال كان. ها أنا أقول لك توحيد شطري المدينة تحت سيادة الاحتلال. حاطط لك إياه. توحيد شطري المدينة تحت سيادة الاحتلال. نعم. يهتم الاحتلال الإسرائيلي بالاستيطان في غور الأردن بسبب وفرة المياه وخصوبة التربة. قيمة الغور يعني العسكرية لكونها منطقة حدودية. ألف زائد ما. هدف الاحتلال من بناء جدار الفصل العنصري، السيطرة على أكبر مساحة من الأرض، تحويل الوجود الفلسطيني لمعازل وكانتونات. ألف زائد ما. ألف زائد ما. ولا واحدة يعني الاستيطان غير المؤقت والذي يتمتع بكافة أسباب التطور والنمو. إيش بسموه؟ استيطان المديني على شكل مدينة. استيطان المديني على شكل مدينة مش استيطان عسكري. الطرق التي تربط المستوطنات والمواقع العسكرية الاحتلالية وتعزل المناطق الفلسطينية. ميز حزب العمل الإسرائيلي سنة 92 بين الاستيطان الأمني والاستيطان السياسي. هذه مش هان، هذه في الصح والغلط.
لا صح. يعني هذه في الصح والغلط صح هي طبعا صح. أدى اتفاق أوسلو إلى تراجع عدد المستوطنين في الضفة الغربية. بالعكس. نعم. صح وغلط. صح وغلط. إلى زيادة عدد المستوطنين. صح وغلط. طيب. صح وغلط. آه ليش حطتها أنا طيب؟ والباقي برضو زائد تراجع الاستيطان في بداية الأخصام. ليش نص صلاة؟ فيش إلا سبعة. كمان؟ صح يعني مع ما كاتبهم غلط. تراجع الاستيطان في الضفة بعد انتفاضة الأقصى. ماشي تراجع فترة بسيطة. تراجع يعني صح. صح. تراجع الاستيطان في الضفة بعد انتفاضة الأقصى في بداية انتفاضة الأقصى. اتفاق أوسلو إلى تراجع المستوطنين صح؟ إلى زيادة أوسلو يعني بيطلع غلط. أدى اتفاق أوسلو إلى تراجع المستوطنين غلط. تراجع الاستيطان في بداية انتفاضة الأقصى صح. منحت حكومة الحسين المزيد من الحوافز للمستوطنين منحت حكومة الاحتلال المزيد من الحوافز. جيم المصر بين 14 و هذه 13 بتطلع صح. صح. اعمل سيف يا دكتور لحسن كثير. حاضر. منحت حكومة الاحتلال المزيد من الحوافز للمستوطنين في الضفة الغربية في مطلع القرن 21. صح. صح. لأنه تراجع الاستيطان بداية انتفاضة الأقصى. الجدار الذي يضمن فصل التجمعات هذا لا بده يضل الآن. جدار الفصل العنصري أو جدار العازل أو تصير مش صح ويان وضل. هذا اللي هو الفصل الثامن فصل اللي بيحكي عن إيش عن الاستيطان. نرجع لتحت هذا السؤال آخر سؤال. نعم آخر سؤال. طيب هو التاسع هل جيت القدس أنا كتبتش أسئلة في موضوع القدس بس هأضيف عليه إن شاء الله رب العالمين هنزلهم تباعا أنا الأسئلة المراجعة هنزلهم الفصل العاشر هأبدأ أنزلهم من اليوم المساء إن شاء الله. نعم قلت صحيح قلت لكن يعني لو لقيته ما نزلوش لو رنيته على الجوال او على صفحة الفيس يعني ممكن تتواصلوا تأكدوا انه يعني انه وصلوا او ما وصلوش. استخدم الاحتلال التشريعات لفرض سياسته العنصرية في القدس. صح. يركز الاحتلال على ايجاد بيئة طاردة للفلسطينيين من القدس. امتنع الصهاينة عن تهجير الفلسطينيين من القدس بشكل مباشر. غلط. يعتمد الاستيطان والتهويد في مدينة القدس على ردود الأفعال. غلط. في سياسة منظمة. تم إلغاء المناهج الأردنية من مدارس القدس بعد الاحتلال المباشر عام 67. حظيت المدارس في القدس على حرية نسبية لتحسين قدرتها على استيعاب الطلاب. غلط. نسبية. غلط. ولا إشي. مش حرية. خمسة صح. تم إلغاء صح تم إلغاء المناهج الأردنية. من أشهر القوانين التي استخدمها الاحتلال لفرض سياسته في القدس قانون أملاك الغائبين قانون التعويض ألف زائد باء ألف زائد باء. لا شيء مما سبق. لا شيء. أملاك الغائبين. اثنين لا ألف ينص قانون العودة على ينص قانون العودة على عودة المقدسين إلى مدينتهم
سحب هوية المقدسين الذين لا يتمكنوا من العودة خلال مدة محددة. ألف زائد باء لا شيء مما سبق. ألف زائد باء سحب الهوية الذين ما بيرجعون. ما مشجعش على العودة. هو بيستغل عدم القدرة على العودة. تخطيط الاحتلال في القدس يعتمد على ما يلي ما عدا واحدا. وحدة المدينة بشطريها، اعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال، تطويق القدس خاصة من جهتها الشرقية، ربط الأماكن المسيحية المقدسة في القدس وبيت لحم. هو سياستهم بدهم يربطوا الأماكن المسيحية مع بعض. أما وحدة المدينة بشطريها طبعا تحت سيادة الاحتلال، ماشي، بس هل مين أقوى اللي ما عدا واحدة؟ إنه هو بيعملوش خير مع حدا، لا مع المسلمين ولا مع المسيحيين. يهدف القادة الصهاينة إلى تحقيق أغلبية يهودية في القدس لكي ألف تزدهر الأوضاع الاقتصادية في المدينة، تسهيل العمل الدبلوماسي فيها، تمكن الحكومة من الادعاء بأن القدس عاصمة لها كل ما سبق. تتمكن من الادعاء بأن القدس عاصمة لها. رسيل عمل الدبلوماسي برضو تفتح سفارات تكون أسهل ولا أمن أحسن؟ لا بالعكس، تعقد إنه الدول لحد الآن أغلبها رافضة إنها تكون القدس عاصمة. بتحط قنصلية في القدس لمراعاة خاصة، يعني بتتعامل مع القضايا الفلسطينيين. أما السفارات كلها في تل أبيب. لا لا أتا قلنا تتمكن الحكومة من الدعاء بأن هيك إحنا. حتى أمريكا حتى قنصلية. طبعا العاصمة في تل أبيب، العواصم كلها في تل أبيب. بهيك إحنا بنكون أنهينا مساق دراسات فلسطينية، وهذا طبعا هو المساق الوحيد الذي يعني نلتقي به مع طلاب الجامعة، كونه هذا متطلب جامعة مش متطلب تخصص. صحيح يعني المجموعة اللي كانت موجودة في المحاضرات مجموعة يعني جيدة، أمل أن تتمكن من الحصول على يعني درجات عالية إن شاء الله رب العالمين. المساق سهل لكن دراسته بحاجة إلى شيء من التركيز والاهتمام بما قيل في المحاضرات. إن شاء الله بتمنى لكم التوفيق في هذا المساق وفي غيره من المساقات. بيعطيكم العافية.